خبراء يثمنون التعديلات الجديدة على دفتر شروط تصنيع السيارات الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، حيث تم مراجعة 8 مواد تتعلق بالرخصة المسبقة والإدماج والشراكة مع المصانع الأجنبية، كونها ستساهم في إعادة بعث مصانع كانت تنشط في فترة سابقة. أظن أن الشارع الجزائري استمع إلى انشغالات المحترفين الجزائريين الذين يصنعون في مجال السيارات، وأخذ بعين الاعتبار تلك الانشغالات وجسدها عن طريق تعديل بعض المواد. هذا واش يعني؟ يعني أنه المصانع المعروفة في الجزائر ليست كثيرة الآن، ننجم نذكرها واللي هي مصنع مثلا رونو داسيا بوهران، مصنع بايك بباتنا، ومصنع علامة رونو تروكس اللي تابع المجمع فولفو. لما نقول رونو تروكس ماهيش فرنسية، هي سويدية تابع المجمع فولفو. خطوة مراجعة القوانين وتكييفها مع الميدان ستساهم في تذليل صعوبات حالة دون تحقيق الاستثمارات التي أطلقتها الحكومة منذ مدة. نمشي ورح ياخد شوية وقت باش نحضر روحنا ننظم روحنا، ولكن نهار تبدأ تمشي إن شاء الله أنا متأكد أنه رح يكون استثمار إيجابي جدا للاقتصاد الجزائري، والجزائر إن شاء الله بإذن الله سوف تسترجع مكانتها في السوق المتوسطية شمال إفريقية وكذا الشرق الأوسطية، لأنه عندنا نتيج محترم، عندنا كفاءات محترفة الآن راح ربما في التقاعد، ولكن يمكن تحديثها أينما في أي وقت. الحكومة تسعى من خلال هذه التعديلات إلى إقامة صناعة حقيقية للمركبات بعيدا عن التركيب والاستيراد اللذين أثقلا كاهل الخزينة العمومية.